ترأست صباح اليوم وزيرة الصحة العامة سيدة قربتنا كرميل سوكات إطلاق أعمال الدورة 23 لمدراء الصحة العامة بهدف مناقشة القضايا الصحية ووضع استراتيجيات جديدة لتطوير قطاع الصحة العامة. تقرير محمد طاهر صالح حسين. بهدف رفع التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الصحي والقضايا على هذه التحديات التي تتمثل في وضع استراتيجيات جديدة حتى عام 2030، فقد جاء انعقاد الدورة 23 لمدراء ومندوبي وزارة الصحة لمناقشة القضايا الصحية والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وضع سياسات صحية جديدة للجيل الثالث من 2018 إلى 2021. وهذه الخطة الخماسية من شأنها إتاحة الفرصة للمواطنين بتلقي خدمات صحية نوعية على مستوى العاصمة والأقاليم. ومن أبرز التحديات التي تواجه الخطة الخماسية هي علاجات الطوارئ والتخفيف من وفيات الأمهات وأطفالهن من سن الولادة إلى 5 سنوات، وضع الخدمات العلاجية السنوية للأسر، كذلك إدارة الموارد البشرية بصفة جيدة للعاملين في القطاع الصحي مع ضمان والحفاظ الجيد للأدوية ووفقا للمعايير الصحية من أي تلف أو تخريب. وقد رحب رئيس اللجنة التنظيمية للدورة 23 لمدراء الصحة الدكتور حامد جبر بكل الحضور، وتمنى أن تخرج الدورة بنتائج إيجابية يتطلع إليها الجميع. من ناحيته ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ريشيلو أيانغا تحدث عن دعم الشركاء للحكومة في استراتيجيتها الجديدة والتي تتمثل في أولوية حماية الأمهات وأطفالهن من الوفيات ودعم التنمية البشرية ومحاربة الأمراض الثلاث السل والسيدا والملاريا التي أصبحت أكثر فتكا بالبشرية. أما وزيرة الصحة العامة قربتنا كرميل سكات في افتتاحها لأعمال الدورة قالت إن الأيام الأربعة من انعقاد الدورة هي كفيلة لمناقشة كافة الجوانب الصحية وإيجاد الحلول، كما قدمت شكرها للداعمين الفنيين للوزارة عبر دعمهم لطاولة باريس من أجل تلبية النواقص الصحية والتي أكثر ضحاياها هم الأمهات أثناء الولادة والأطفال، وشددت على تلقيهم التطعيمات اللازمة وأن التحديات يجب إزالتها بأسرع ما يمكن، مثمنة بذلك جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في إطار سياسته الصحية التي تعقد كل شهر مع الفنيين لمراقبة ومعرفة الحالة الصحية في البلاد. شارك كل من وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو محمد ووزير المياه صديق عبد الكريم حجار في أعمال المؤتمر 23 حول البيئة بمدينة ميونخ الألمانية، حيث ناقش المؤتمرون المسائل والمواضيع المتعلقة بالبيئة. تقرير هارون أباده. لمواجهة تحديات الزحف الصحراوي، فإن قادة الدول بالساحل والصحراء وبدعم من المجتمع الدولي أسسوا مشروع السياج الأخضر، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تمثل معالم ذات قيمة عالية في التراث العالمي، وأن تطوير هذا المشروع كان في صدارة المحاور التي طرحت خلال أعمال المؤتمر 23 حول التغيرات المناخية بمدينة ميونخ الألمانية، وأن تنفيذ مشروع السياج الأخضر كعمل على أرض الواقع يعد من المساعي الجادة لإدارة الأنظمة البيئية بشكل جيد ومستدام وتقليص الفقر. وقد أشاد وزير المياه التشادي عبد الكريم صديق حجار بهذا الإنجاز، ووصفه بالمشروع الطموح لمساعدة المواطنين الذين يقطنون في المناطق الساحلية لتحسين ظروف حياتهم، كما أن السياج الأخضر سيساهم في دعم سياسة تمكين الشباب للبقاء في أوطانهم وجزورهم الاجتماعية لاستغلال فرص العمل التي يوفرها المشروع. ومن ناحية أخرى، قال وزير البيئة والصيد أحمد بدو محمد أن تشاد ملتزمة بموقفها المؤيد للسياج الأخضر، وأن الحكومة التشادية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو استثمرت موارد مالية باهظة الثمن للحفاظ على البيئة. وأكد الوزير أحمد بدو أن إنجاح مشروع السياج الأخضر سيحد من الهجرة للبحث عن الموارد المائية والنهرية وبيئة ملائمة، ودعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لخلق المبادرات وتطوير هذا المشروع بدول الإقليم، وذلك يندرج في إطار سياسة تلاحم المواطنين بمنطقة الساحل والصحراء. انطلقت صباح اليوم بإحدى فنادق العاصمة جميع أعمال الورشة الوطنية الاعتماد التقرير التقييمي لدراسة المشاريع الزراعية والرعوية، حيث ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الزراعة بحضور ممثل منظمة الغذاء العالمي. تقرير أحمد خميس جمعة. من أجل توفير الأمن الغذائي في البلاد،
جاء تنظيم اللقاء لغرض دراسة التقرير المتعلق بالمشاريع الزراعية لصالح التنمية. ففي الحفل المنظم قدم ممثل منظمة الأغذية والزراعة محمد منصور جاي كلمة أشار خلالها إلى أن تشاد دولة ساحلية زراعية، وإن مثل هذه الورشة ستدعم جهود الحكومة الرامية إلى توفير الأمن الغذائي، مشيدا بسيطرة الحكومة للمياه بغية الاستفادة في المجال الزراعي. من ثم قدم الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية عبد القادر التجاني كويبرو كلمة أوضح خلالها بأن الحكومة بالتعاون مع شركائها تولي اهتماما بالغا للزراعة، ولذلك فقد استغلت مساحات شاسعة لغرض الفلاحة، وتأتي هذه الورشة في إطار إعادة استصلاح 10 مساحات مستغلة سابقا في الإقليم المداري، ذلك بوضع فنيات وتقنيات حديثة ما يساعد المنتجين القرويين في أداء مهنتهم بصورة جيدة، مشيدا بدعم منظمة الأغذية والزراعة المادي والفني للحكومة لغرض توفير الأمن الغذائي في البلاد. يذكر أن المشاريع التي يراد إعادة استصلاحها توجد في مختلف أنحاء البلاد. على شرف عمدة بلدية أنجمينا سيدة مريم جمع عبيد والوفد المرافق لها قام والي ولاية الخرطوم مأدبة عشاء تعبيرا على كرم الضيافة السودانية وتوطيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين. تقرير رمى جبرين الجيني. لقاءات وجولات مختلفة نظمت بشكل غير متقطع من طرف أصحاب القرار بولاية الخرطوم لصالح الوفد التشادي التي تترأسه عمدة بلدية أنجمينا مريم جمع عبيد. زيارات سمحت لها بالتعرف إلى مختلف المؤسسات الكبرى، هذا ما أكدته العمدة أثناء مؤدبة الأشاء والتي نظمت على شرف الضيوف من قبل والي ولاية الخرطوم بدار النفط على ضفاف النيل. الزيارات مشينا كل المدراء العامين في المشينا اللي جيناهم هم كلهم قموا واتحموا بالخدمة، مشينا في التدريب المهني، مشينا شفنا وعجبانا، مشينا المستشفى أحمد قاسم، مشينا في مجموعة جياد، مجموعة جياد الصناعية سارية كله عجبتنا زيادة، ولازم ننقل كل الخبرة الأخوان السودانيين قالوا بعمل فوضى ننقلوها في تشاد. ونشكر كمان الرؤساء الاثنين البيوم هم قدرنا اليوم نتجنا هذا النتيجة، هو الرئيس إدريس ديبي إدنو هنا تشاد والرئيس عمر حسن البشير هنا جمهورية السودان، نشكرهم كثير سحلوا لنا الخدمة وقدرنا لحقنا هذا النتيجة. لم يخفي مدى فرحته بهذا اللقاء التعاوني بين الخرطوم وأنجمينا، وعليه أعرب بقوله: يعني هذه هي المرة الثانية تزورنا خلال هذا العام، وأفتكر هذه الزيارة كانت مهمة لأنه وصلت لعلاقات واسعة، لقينا مساحات واسعة، مجالات واسعة يمكن أن تطور علاقة بين البلدين إن شاء الله، وإحنا حريصين إنه يعني نتبادل خبرات ما بين أنجمينا والخرطوم. إن هذه الأمسية الرائعة ختمت أعمالها بتوقيع اتفاقيات أخرى في مجالات متفاوتة ليعزز من عملية الترابط فيما بينهم، كما قدمت مجموعة من الهدايا على الوفد التشادي. قامت في الأيام الماضية بعثة لتقصي الحقائق التربوية بزيارة إلى أقليم شاري الأوسط، حيث التقت البعثة بحاكم الأقليم عزيز محمد صالح بغية معرفة حقائق العوائق التعليمية في الأقليم. تقرير أرجون محمد أحمد. التعليم هو أساس التقدم والتطور في أي بلد كان، وعلى هذا الأساس فقد قامت بعثة وطنية من بعض أعضاء الجمعية الوطنية بتقصي الحقائق الميدانية في النظم التربوية في البلاد، وهذه البعثة كانت برئاسة أنغالي غوتي،
حيث وصلت البعثة إلى إقليم شارق الأوسط والتقت بحاكم الإقليم عزيز محمد صالح. وعلى الفور قام الوفد بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتقوا بالمسؤولين التربويين وتمكنوا من معرفة النواقص والصعوبات التي تواجه التعليم بالإقليم. كما أثنى حاكم إقليم شارق الأوسط عزيز محمد صالح على هذه الزيارة التي تهدف إلى معرفة الجوانب التربوية وتحديد الصعوبات التي تقف أمام النظم التربوية بالإقليم. فيتير. وننوح بأن هذه البعثة تابعت زيارتها لمدة 10 أيام على التوالي.